شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصور جديدة على حسابها إنستجرام، وده من خلال حضورها حفل الموسيقار هاني شنودة بالرياض. وظهرت هالة صدقي بإطلالة مثيرة للجدل، عرضتها للانتقادات حيث كانت مرتدية توب شفاف. وكانت أيضا الفنانة إلهام شاهين تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها بمنتدى الإعلاميات العرب، حيث كانت مرتدية توب شفاف أيضا، الشيء اللي جعل إطلالتها مثيرة. وحرصت الفنانة إلهام شاهين على أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ونشرت صورتها مع شقيقها من أمام الكعبة، وده بعد أن حضرت حفل الذكريات لتكريم الموسيقار هاني شنودة، واللي أقيم مساء أمس الأربعاء بالرياض بالمملكة العربية السعودية.